السلام عليكم ورحمة الله، الله يعطيك العافية. المرة الماضية أخذنا عن كاريوتايبينج والستيبس اوف كاريوتايبينج. طبعا طلابنا كله بيسأل مثلا شو السؤال اللي بيجي عليه، كيف بنجاوب، واللي هي أهم شغلة بالبيولوجي ولتتأسسوا للسنة الجاية إن شاء الله. راح نشوف اليوم هدفين. طبعا أنا راح أشرح طريقة الإجابة وإن شاء الله بنطر منكم الأجوبة، ونتواصل على الجروب بنشوف كيف بدنا نحصل عليهن. في عنا اتنين اكشن فيربس، طبعا هذا الحكي راح احكي بالعموم انا، وبعدين بدنا نطبق على موضوع الكاريوتايبينج. في عنا هاو تو كومبير تو كاريوتايبس، او اذا انسالنا مثلا كومبير بشكل عام، هذا الفعل هالاكشن فيرب كيف بنجاوبه، لانه احنا بنعرف العلامات بتطير وين على موضوع الاجابه الخطا او ما تقيدنا به بالاكشن فيرب، اللي هن احنا بنسميه كومبيتنسز. بس عشان كلمه اكشن فيرب، بس اذا قال لك انتربريت بنقول انه الاكشن فيرب هو انتربريت، قال لي انالايز بنقول الاكشن فيرب هو انالايز، تمام. اذا قال لي كومبير معناته الاكشن فيرب هو كومبير، انا مطلوب مني اتقيد فيه. رقم اثنين في عنا هاو تو ديسكرايب، كمان هون احنا عم نحكي على الكاريوتايب، بس احنا راح نشرح هاو تو ديسكرايب بشكل عام. إذا جينا بلشنا بشكل عام، وهذا جدا مهم وبتكتبوه عندكم على الدفاتر، اللي هو الكومبيتنسز كلها شو هي. في شيء بيتطلب مننا acquired knowledge، في شيء ما بيتطلب مننا acquired knowledge، تمام. acquired knowledge هي المعلومات المكتسبة. شو يعني معلومات مكتسبة؟ اللي هي احنا يعني الشرح اللي بنشرحه. يعني احنا لما قلنا بالكاريوتايبينج مثلا بناخد احنا الوايت بلاد سيلز لانه عندنا نيوكلياس، تمام. موضوع انه بناخذ الوايت بلاد سيلز لانه عندنا النيوكليوس هي معلومات لإلي. هل انا وين ما اشوف كلمه كاريوتايب لازم اروح ارش الكاريوتايب من اول ولا اخره؟ اكيد لا. ففي كومبيتنسز بيتطلب مننا اكوايرد نوليدج، وهون كمان الطلاب بتخربط، انه بيقول لي والله ما هو قال لي اكوايرد نوليدج يعني بده معلومات، يعني انا لازم اكتب كل شيء. هون بتروح العلامات كمان. احنا راح نشوف بالاسئله بدك تجاوب على قد السؤال. لو طلب منك انت اكوايرد نوليدج ماشي الحال، ما بتجاوب كل شيء بتعرفه اكيد. عشان ما نتوسع كتير، احنا بس كل ما ينذكر احنا عندنا شيء كومبيتنس جديد بنحطها تحت هالخانتين. من ضمن المعلومات اللي راح ناخذهم اليوم اللي ما بدنا اكواير نوليدج هن الكومبير والديسكرايب، ماشي الحال. إذا الكومبير والديسكرايب بشكل عام وبالكاريوتايب ممنوع نحط احنا معلومات من عنا، معلومات مش موجودة بالدوكيومنت، واضح؟ ولا انت اذا في ستيب مثلا هو نقصها انت ما بتزيدها. في طلاب مثلا بتعطيه مثلا الستيبس اوف كاريوتايبينج يكون شايل له وحدة مثلا، بيجي هو شو بزيدها. فهذا كمان خطأ بدنا ننتبه له. إذن أول شغلة compare with describe ما بدنا شو acquired knowledge، يعني من ولا بدنا رأيك الخاص، يسلم إيديك، بنقول no opinion. ماشي الحال، ماشي أنت تقول لي والله أنا شايف هيك وهيك، لا ما بدنا نحط الشغلات. طيب compare اتفقنا ما بده شو acquired knowledge، لكن كيف بنجاوبه؟ شو بده compare؟ معناتها مقارنة يا إخوان. في انت ممكن تكون عم بتقارن numbers، مش الحال، ممكن تكون عم بنقارن انت شو structures. طبعا number اللي هي بيحمل مثلا اوزان، بيحمل volume، بيحمل depth، لا ما بعرف شو، رسمات، شو ما كان، طول، height، اعداد يعني، او structures. لما تكون عند الاعداد بدك تستخدم greater than smaller than، طبعا حسب شو عم تقارن، equal، ماشي الحال. اذا عم سرعات نقول faster، اذا مثلا في عنا مرات بيجي هيك زي groove نقول مثلا في depth deeper than، حسب شو عنا مفروض نقارن. ما بقول مثلا اذا قال لي x equal to y equal 12 غلط نقول x equal to while y equal 12، هاي مش comparison.
تمام؟ وهذا الطلاب توقع فيه كتير جدا. يعني احنا بالتصحيح بدك تشوف هل هو عم يعمل كومباريزون ولا ما عم يعمل. اذا ما عم يعمل اذا عم يعمل كومبير في كلمات خاصة بالكومباريزون لازم نعملها، فمفروض تنحط، مفروض تبين عندنا بالجواب، وهي اللي بندور عليها بالحل. اذا غلط نكتب x equal to while او but او ولا ولا ما هي، انا ما انا قلت لا ما قلت، بنقول x equal to which is smaller than y اللي هي equal to 12، او فيك تبلش بال y بنقول y equal to which is greater than شو x which is equal to 12. مرات بيطلع بجنن الكومباريزون امتى؟ لما تلاقي انت ريليشن بيناتي، مثلا بنلاحظ انه ال y اكبر من x بست مرات، فبنقول y equal 12 which is 6 times greater than that of x اللي هي equal to 2. هيك بتطلع احلى واحلى بالجواب. اذا احنا عم نقارن structures بكون عندنا رسمتين هيك مع بعض، بنحط similarities و differences. ماشي، similarities and بنقول اور، لانه مرات مثلا يمكن ما بيتشابهوا بالمرة، شو ما بنعمل لها كومبير بكون سألني كومبير. في عنا فعل بيشبه الكومبير اسمه ديفرنشيت، كمان هيحطوها عندكم معلومة. اذا قال لي ديفرنشيت بتوين مثلا these two structures بكون رسم لي اياهن. لما قلنا ديفرنشيت ممنوع نحط similarities، بنحط بس الديفرنسز. واضح؟ ظهر الحكي جدا مهم. لما يقول لي عم نقارن احنا structures بنقول، بقول similarities كذا differences كذا. طيب اذا جينا احنا بنحكي على، او قبل عشان نحكي الكومبير الكاريوتايب، في عندنا هالمعلومه بس بدنا نذكرها ونذكر فيها، اللي هي حكينا المره الماضيه قلنا في عندنا اوتوزومال كروموزومز وفي عندنا جونوزومال كروموزومز. تمام، مين هن الاوتوزومال كروموزومز؟ اذا عم نحكي بالهيومن من بير 1 طبعا احنا قلنا بكونوا هيك، ومنرتبن بعد ما نرتبن من بير 1 لبير 22 يعني اول 22 بير، these pairs are called two autosomal chromosomes whereas the last pair اللي هي which is pair 23 اللي قلنا بنميز we can differentiate between male or female karyotypes باعتمادنا على هال pair هذا اللي هو ال pair 23. بنرجع بنذكر قلنا if the chromosomes are homologous بتكون female، if the chromosomes are non homologous بتكون شو ميل. وفي عنا معلومة زيادة راح تاخدوها لقدام هيك بتمرق معنا، انه في عنا بعض السبيشيز بكون بالعكس، بكون الميل عنده هومولوجس كروموزومز بكون الفيميل عندها شو نون هومولوجس كروموزومز. بدنا شي اياها هسا. بنروح هسا على اذا عم بعمل كومباريزون لكاريوتايب بكون تركزوا عشان تعرفوا تحلوا ويكون معنا الجواب كامل. اللي هون معلمين بالاحمر هدول مين؟ الاوتوزومال كروموزومز. طبعا انا هون اخذت كاريوتايبس ما فيهن اخطاء. شو يعني ما فيهن اخطاء؟ اتفقنا ممكن يكون في عندنا كروموزومال ابنورماليتيز، ونقول مثلا والله اطلع بكروموزوم نمبر 21 بدل ما يكون الرينج امبيرز نروح نلاقي لا مرتبين شو 3 كابز مثلا انستد اوف 2، 3 كابز انستد اوف 2، بقول هذا عنده مرض هو اسمه ترايزوم 21 اللي هو داون سيندروم. فاحنا هون لا عم ناخذ تو نورمال كاريوتايبس، ولكن اللي بالاحمر قلنا هدول اوتوزومال كروموزومز، ليكو البير 23 هاي كروموزوم اكس طويله هاي صغيره، اذا اكس واي، اذا هاي لميل ومكتوب تحتها، وهون لفيميل شو مالها لانه ذا بير 23 ذا كروموزومز ار هومولوجس. كيف بعمل كومبير للكاريوتايبس؟ اول شغله هون بدنا نقول شو بيتشابهوا مع بعض وبشو بيختلفوا مع بعض. طبيعي هون ليكو اول شيء، اول نقطه بكتب على التوتال نمبر قديش عدد كل الكروموزومز بالتنتين، هون 46 وهون 46. اذا اول شيء شو بنجاوب؟ بنقول in both karyotypes the number of total chromosomes the number is equal and equals to شو 46 كروموزومز. اذا قارنا بيناتن لانه ارقام عم نحكي، فقلنا انه العدد equal بالتنين in both، كمان both بنستخدمها ل بالسيميلاريتي، قلنا in both karyotypes يعني بالاثنين شو مالن النمبر هو شو is equal وهو equal to 46 كروموزوم. كمان بقول قديش، يعني في عنا طلاب كمان بتفوت بخطأ، مثلا لما قلنا قبل شوي x equal to y equal 12 في طلاب بقول
واي جريتر ذان اكس، وحكى جملة صحيحة ولكن ما استخدم الأرقام. هون كمان في مشكلة، بياخذ غلط أو بياخذ نص العلامة، يعني غير ما إنه ما يكون حاطط فعل اللي هو greater or smaller. إذا أول شيء بنقول total number، بعدين بقارن الأوتوزومال كروموزومز بالنمبر وبالسايز، بعدين بنقارن الجونوزومال كروموزومز بالنمبر وبالسايز. تمام؟ شو يعني بالسايز؟ بنقول ملاحظين احنا في عنا سيميلاريتي تاني، شو هي؟ اذا طلعنا بالكاريوتايب بنقول in both karyotypes the chromosomes are arranged in pairs and in a decreasing order of size. تمام؟ بنروح على الاوتوزومال وبنروح على الجونوزومال. مثلا اذا بدنا نقارن الجونوزومال، في سيميلاريتي بالجونوزومال وفي differences. شو السيميلاريتي؟ السيميلاريتي انه هن اثنين جونوزومال، يعني هون عندنا اكس وواي وهون عندنا اكس اكس. هاي سيميلاريتي انه both karyotypes contains two gonosomal chromosomes. واضح؟ هل شو الديفرنس؟ ولكن نقول but in document B أو in the male karyotype the chromosomes, the gonosomal chromosomes are non-homologous where X is longer than Y, whereas in the female karyotype the chromosomes are identical in size. هلا هل بنعمل سيميلاريتي وديفرنس لكل واحدة؟ لا، اجمعوا السيميلاريتيز مع بعض والديفرنسز مع بعض. تمام؟ وانا بس بعد ما اشوف اجاباتكم راح اعطيكم الاجابة الصحيحة ان شاء الله، بس بناء على هيك بدنا نجاوب. في عندنا موضوع الديسكرايب. موضوع الديسكرايب كمان اخذنا نقطة مهمة فيه، انه هو ممنوع ندخل acquired knowledge. واحد، ممنوع اعطي opinion، ممنوع اعطي رأيي انا. في عندنا شغلة مهمة جدا، ممنوع اعطي سينونيم للكلمات المستخدمة. كيف يعني؟ طلعوا لي على الرسمة هون. مثلا هون انا معطيكو process او procedure للكاريوتايبينج. ليكو على step number one، مكتوب extraction of 5 milliliter of venous blood. هو استخدم فعل extraction. تمام؟ بدنا نستخدم احنا فعل extraction. هلأ فينا نصرفه اكيد، بنقول مثلا سوي extract. وهون في عنا شغلة مهمة، في طلاب يقول لك هل فينا نستخدم وي ولا ما فينا نستخدم وي؟ هو الأصح بالdescription فينا، بالشهادة حتى فينا، وهون احنا عنا فينا نكتب. إلا إذا كان مرات مثلا بكون كاتب لي اسم العالم، مثلا ما نقول احنا عملنا، بنقول مثلا فلان مندلز عمل كذا أو مندل عمل كذا. هون إذا أجينا عملنا الأزبط نحكيها بpassive voice، يعني بنقول 5 milliliter of venous blood مثلا was extracted أو is extracted from a human. ماشي الحال؟ فهون عشان ما يحاسبوا على الـ passive voice، يمكن طلاب ما تكون تعرف تكتب بالـ passive voice فما بنحاسبوا عليها، ولكن الأصح والأحلى تكون بالـ passive. هلا طيب، الستيب اللي بعدها كيف بربطها فيها؟ في عنا شيء اسمه، قبل ما نروح بعملية الديسكريبشن، في عنا شيء اسمه اللهم صل على سيدنا محمد سيكوانسرز. شو يعني سيكوانسرز؟ يعني احنا اذا كان عندنا ديسكرايب ل بروسيس، تمام، مثلا اول شيء اول سيف مثلا نكتب first of all، هي مش بتكون شيء من عندنا، لا هدول نستخدمهم احنا لحتى نعمل عملية الديسكرايب. مثلا the first step، او بنقول هاي ببداية اول، او بنقول مثلا the first step is، او the first stage اول مرحلة is. طيب هاي كتبنا بالاول. الستيب اللي بعدها شو بنكتب؟ فينا نستخدم next، تمام، فينا نستخدم then، فينا نستخدم after that. يعني احنا عندنا steps ورا بعض، مثلا بنقول 5 milliliter is extracted from a human، then هاي بنحكي شو اللي بعدها، وعند اخر ستيب مثلا بنقول in the final step
او final stage او finally، تمام؟ اللي بدنا اياه احنا، مش ضروري نتقيد، بس هدول بيساعدونا، هدول بنسميهم sequencers، وهدول مهمين بعملية describing the process، تمام؟ فبنرجع احنا على السلايد اللي عندنا. إذا جينا مثلا أخذنا second step هون، we have separation of red blood cells and collection of white blood cells، مش قايل ليش هو بالدوكيومنت. فإذا كان السؤال describe، ما باجي بقول له أنا since white blood cells they have a nucleus and we make karyotyping we want to extract the chromosomes، هذا الحكي بناخذ صفر ركض. ماشي الحال؟ يعني كان مرق بسنين كنا ناخذ صفر، لا هلا يعني بينخصم من العلامة. إذا احنا ممنوع نعطي شو؟ ممنوع نعطي رأينا، ممنوع نعمل اكسبلين للستيب اللي معنا، يعني ما احنا نقول لا انا ما انا بعرف ممكن يكون احسن، لا مش احسن. اذا بدنا نتقيد بالدوكيومنت بالافعال اللي معنا. كمان مثلا culturing the cells at for 3 days مثلا at temperature 37، ما بنحكي بنقول 37 لانها هي سيوتابل فور هي بودي تمبريتشر، نقعد نبين حالنا فهمانين، بالعكس شو بناخذ؟ بناخذ غلط. تمام؟ اذا هون عندنا هدول الموضوع ديسكرايب، موضوع الكومبير مفروض نكون فهمناهن ان شاء الله. عندكم هذا الدوكيومنت والدوكيومنت الثاني، بدنا نتواصل احنا على الجروب نشوف كيف بدي اخذ الاجوبه تبعتهم، بس بنجرب فيهن كلياتنا. ماشي، الله يعطيكم العافيه، وان شاء الله الحصه الجايه راح تكون على الميتوسز، فبتمنى تحضروها. ماشي الحال؟ لحتى يكون يعني شوي بتستفيدوا اكتر، لانه هي مرقة معكم، لان ف يعني اذا حضرتوها كتير بكون منيح. الله يعطيكم العافية، السلام عليكم.